بنشكر ربنا على عمله الكبير ويانا في كل حتة وفي كل مكان مع كل الأباء. الله يعمل معهم وبنشوف صور للنجاح جميلة في أماكن كتيرة سواء جوه مصر أو برا مصر. ربنا يحفظكم ويبارك حياتكم وولادكم وبناتكم، ودايما نشوفكم بخير، ودايما تكونوا ماسكين في الكنيسة كويس متجمعين.
شك هذه زيارة رعوية، الهدف منها زيارة أحبائنا وأبنائنا الأقباط هنا، ولكن هذه الزيارة أيضا تقوم على أرضية المحبة القوية التي تربط العلاقات بين مصر وفرنسا. الشهيدة العفيفة ديانا والقديس أبنو بن نهيسي.